مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقه مميزه كعاده اخبار اون تايم، وزي ما حضراتكم متعودين معانا هيكون كده لينا النهارده يعني جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، واكيد تفاصيل كتير عن ماتش الزمالك النهارده، كمان اخبارنا العالميه وكره القدم العالميه والالعاب الاخرى. كل ده بيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس اللي بتجمعنا هي الرياضة. في البداية نبدأ حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. اليوم الزمالك يسعى لتأمين صدارة مجموعته أمام ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية. الأهلي يستدعي كولر لجلسة عاجلة قبل مونديال الأندية. اليوم الأهلي والزمالك في قمة سوبر اليد بالإمارات. أنشلوتي يعلن تفاصيل إصابة بلينغهام. بدايتنا مع أخبارنا المحلية. البداية من نادي الزمالك اللي النهاردة عنده لقاء مهم جدا الساعة 6 ومهمة أفريقية جديدة أمام ساجرادا الأنجولي على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية، طبعا الجولة الثالثة في دور المجموعات. النهاردة هيكون في مواجهة مع بطل أنجولا، يعني دي بتدي للزمالك أمور كتير جدا. الزمالك عنده أكتر من مهمة ماتش النهاردة، أول حاجة الانفراد بصدارة المجموعة ومواصلة الانتصارات بعد ما حققه الفريق في الفترة اللي فاتت. أفريقيا فاز في أول ماتشين ليه أمام أبو إسليم الليبي وسوار الغيني وحصد العلامة الكاملة، كمان فاز في لقاءاته المحلية فعايز يستمر في الفوز بشكل كبير جدا. فوز الزمالك النهاردة هيمنح للاعبين والجهاز الفني وكمان الإدارة والجماهير المزيد من الثقة في الفترة الحالية، وكمان يدي حالة معنوية كبيرة جدا. الانتصار بيجيب انتصار وبيدي ثقة واحدة واحدة وبيدي أداء فني بيزيد مع اللقاءات. المستوى الجيد بيديك ثقة زيادة، الزمالك متصدر مجموعته 6 نقاط، ماشي بشكل جيد جدا في المجموعة الثانية حتى الآن، فيما يحتل بقى ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 3 نقاط خلف أبو سليم بنفس الرصيد مع فرق الأهداف، ثم يتزايل فريق سوار الغيني المجموعة بدون نقاط، الأمر الذي يجعل حظوظ الزمالك كبيرة جدا في التأهل للأدوار المقبلة في حالة الفوز النهاردة، يريح الزمالك بشكل كبير جدا. كمان عقب بقى كابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، الجلسة دي اتكلم فيها على أهمية لقاء النهاردة مع ساجرادا وضرورة تحقيق الفوز علشان يخلي الزمالك دائما في مقدمة المجموعة. وضح للعيبة عدم وجود بديل عن الفوز أمام بطل أنجولا، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة اللي ماشي بيها الفريق خلال الفترة الأخيرة. اتكلم معاهم إن مفيش تهاون أبدا مع الخصم، اتكلم إن الخصم عنده بعض اللاعبين وسرعات في خط الهجوم، لازم الزمالك يحافظ على ده. نفس الكلام اللي قاله في الماتش اللي فات قاله كمان لماتش النهاردة، إن بداية اللقاء بتسجيل هدف في أول 10 دقايق تريح الزمالك وتخلي اللقاء أسهل بكتير. كمان خلونا نستعرض مع حضراتكم القائمة اللي أعلنها كابتن معتمد جمال خلال الساعات الماضية. حراسة المرمى عواد وعبد الرحمن نفاد، خط الدفاع عمر جابر والمسلوسي ومحمود علاء وكمان عبد الغني، محمد طارق، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة. أما خط الوسط دونجا ورؤى وعمر السيسي، نيمار وزيزو، شيكابالا بكرة أكيد، وناداي، يوسف، أوباما. خط الهجوم سيف الجزيري، ناصر منسي، وسامسون أكينيولا. في غيابات موجودة في القائمة، غيابات لأكتر من سبب. أول حاجة للإصابة وهم مصطفى شلبي وحسام عبد المجيد الونش، دول بداعي الإصابة مع ثلاثي اللي عندهم إيقاف من مجلس الإدارة، فتوح وصبحي والزناري، أما بقى حاتم سكر وأحمد زكي وبيسو استبعاد فني. عشان نتكلم اكتر فنيا عن اللقاء معانا نجم من نجوم نادي الزمالك السابقين وطبعا كان مدير فني سابق لنادي الزمالك كابتن محمد صلاح. اهلا بحضرتك يا ابو الكباتن. كابتن محمد سامعني؟ طب كابتن محمد لحد ما ارجع لنا مره ثانيه خلوني اقول لكم كابتن معتمد جمال اتكلم قال ايه في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، وضح بشكل كبير جدا هو محتاج ايه من اللقاء.
تصريحاته بتقول هو عايز ايه بالظبط من القادة. اكد كابتن معتمد على صعوبة المباراة مع بطل انجولا، واضاف ان هيكون في يعني ايه منافسة كبيرة جدا. قال احنا بننافس بشكل كبير وهيكون في اكتر من فرصة لينا. قال سجرادة جه من القاهرة عنده خسارة قبل كده امام ابو سليم الليبي، فجاي عايز يعوض الخسارة دي. قال هنلعب على الفوز وتصدرنا المجموعة. قال بنتطلع لتقديم مباراة قوية تليق باسم نادي الزمالك وترضي الجماهير وتسعدهم. قال كمان تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد ساعدنا في تجهيز اللاعبين للقاء بطل أنجولا. قال في بعض اللاعبين عندهم الإجهاد، هنشوف مين الأنسب للبدء أساسيا في اللقاء. معنا دلوقتي على التليفون كابتن محمد صلاح، نجم من نجوم نادي الزمالك ومدير فني سابق لنادي الزمالك. اهلا بيك يا ابو الكباتن. هذا صباح الفل، وحشني جدا يا ابو الكباتن. وانت كمان والله، بس اشوفك مبسوط بيك والله. ربنا يكرمك يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يسعدك حبيبي. النهارده الزمالك عنده لقاء مهم، والنهارده الزمالك عايز يسعد جماهيره بعد العروض المميزه جدا اللي بيقدمها نادي الزمالك مع كابتن معتمد جمال. شايف النهارده فنيا ان الزمالك يقدر ازاي يسهل اللقاء على نفسه امام سجراده؟ لا شوف، هو لازم يكمل، لان يعني زي ما قلنا قبل كده ان مفيش حجه خلاص دلوقتي، وفي الجماهير او احنا كمشجعين في زي ما تقولي ستايل، مش عايزين اقل من كده. صحيح ممكن ما يبقاش مكسب واداء، لكن اهم حاجه يكون مكسب. واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده حماده، وقلنا مثلا ان السبع ماتشات للزمالك، انا قلت الزمالك ممكن يكسب سبعه صح وقريب، وخاصة الماتشات الأفريقية هنا، زائد إن الأداء بيتحسن شوية بشوية، ودي طفرة. أنا بقول لك طفرة نفسية عملها معتمد مع اللعيبة، دي أحلى حاجة. رجع الناس اللي ما كانتش بتلعب، رجع عدل الفرقة، يعني كل واحد بيلعب في مكانه، حتى لو مش هيأدي 100% لكن في مكاني أنا فاهمه وحافظه، فيعني هلعب على 80 60 70 حلو قوي. بعض اللعيبه فائت، شيكا وزيزو ونضاي ما شاء الله، حتى لما بينزل حتى اللعيبه البعيده زي كان ناصر منسي بعيد، كان سامسون بعيد، كان نيمار بعيد، الناس دي كلها كانت بعيده الحمد لله. فكل السيسي مع يعني ناس كتير جدا اتعادلت حتى في مستواها، حتى مشاكل اللي كانت موجوده في خط دفاع الزمالك بدا يكون في انضباط تكتيكي في خط الدفاع. ولازم انا بقول لك لازم لو هو معتمد سامعني لازم يركز عليها اكتر، لان طول ما انت ما بتلعب على ان ما يجيش فيه الجون خلاص لازم تدافع كويس. وانا واثق لما تبقى بتدافع كويس والنتيجه 0-0، انا واثق ان احنا عندنا ناحيه هجوميه تقدر تجيب جون كتير. زائد الرغبه اللي موجوده دلوقتي ان انا مش عايز اكسب واحد بس، عندي نوع من الطمع الحميد ان انا اكسب 2 و3 و4، وده حقنا كنادي الزمالك وجماهيره. فرصة تأدي تجيب أهداف كتير تديك ثقة في اللقاءات اللي جاية. طبعا طبعا. وعلى فكرة طول ما أنت بتكسب أنت بتخوف الناس. صح. أو بتخليها تفكر فيك، إيه اللي الزمالك فيه ده؟ إيه اللي اتعدل ده؟ إيه اللي الأهداف دي؟ إيه الأداء ده؟ المصابين إن شاء الله يرجعوا بالسلامة. فالحاجات دي كلها بتدي نوع من علامة خطر كده. أنا رايح الزمالك يبقى لازم أعمل حسابه 100%. الزمالك عايز يلعب مع نادي أو بتاع، فيبقى في حذر وفي احترام للفرقة اللي أنت هتلاعبها عشان تكسبها. ما تعتمدش على اللي فات، وأنا عشان كده بدأت حديثي مع حضرتك، انسى الأربع ماتشات اللي فاتوا، إحنا عايزين الأربعة اللي جايين أو الثلاثة اللي جايين بإذن الله. يعني في سؤال لازم اساله لحضرتك كابتن معتمد جمال، مدرب مصري، وكلنا عايزين يكون في مدرب مصري كبير موجود، وفي مدربين كبار جدا بس هو ماشي بشكل جيد. اول حاجه، شايف كابتن معتمد جمال ايه المطلوب منه في الفتره اللي جايه؟ وشايف اداره الزمالك تديله الفرصه الكامله ويكمل في الفتره اللي جايه بشكل كبير ولا لا؟ حماده هقول له حاجه واحده بس، وانا يمكن قابلته مره في النادي وقلت له الكلام ده. تقول له ما انت طول ما انت بتكسب فانت عامل نوع من الارتياح داخل نادي الزمالك وجماهيره. صحيح. الحاجة الثانية، امشي بالخطى الثابتة دي اللي هو العدل في التشكيل. تسبيق بقدر الامكان، طبعا مش هقدر اقول له طبعا اللي هو اللي حاسس او عايش القصة طبعا كلها. طبعا. عايز اقول له ان نادي الزمالك اول من اول مدير فني يتعمل له عقد، وده اول واحد انا كمحمد صلاح ناديت بيه عشان الاستقرار والراحة. لان في لعيبة في مصر مش في الزمالك يعني بتقول ايه المدرب ده مؤقت فهيمشي مع الماتشين، انا استحمل مش عايز اتمرن لما يجي الجديد. لكن كون المجلس الاداره، وده يشكر عليه الكابتن حسين لبيب والناس الاعضاء، ان هو عمل له عقد حتى لاخر سنه مفيش مشكله. فانا دلوقتي عندي ثبات
في الفرقه، عندي ثبات في الجهاز، خلاص عندي نتائج كويسه، فده اللي احنا طالبينه منه، واللي هو ابتدى ان شاء الله يبقى على الساحه ويبقى يعمله لغايه ما يخلص لغايه البطوله الافريقيه، يبقى عنده متسع من الوقت. اعتقد 30 40 يوم يقدر اللي مصاب يرجع ويتمرن، واللي ما كانش بيتمرن يتمرن يبقى فت عشان يبقى صالح للزمالك بعد الرجوع ان شاء الله. يعني كمان عايز اسالك على الثلاثي والايقاف، يعني شايف وجهه نظر حضرتك ايه في فكره ايقاف الثلاثي فتوح وزناري وصبحي؟ ماذا لو عادوا معتذرين؟ لا بص، انا الاول انا من الناس اللي رافض او كنت رافض الصلح، لان القرار اللي اتاخد القرار اللي اتاخد في منتهى الجمال وهيعمل استقرار للعيبه ومحدش يقدر يعمل مشكله بعد كده. لكن اذا طراء للمجلس ودي حاجه ترجع له انه يجدد ويبيع ويجدد ويخلي او يمشي او بتاع، لان مثلا واحد لصبح ده مثلا ما ماضي في حته هيعتذر بتاع بس مش هيقعد اخر السنه. فاتمنى انا من ناحيه السلوك ما بحبش تغيير راي في حاجه. واضح حضرتك عندك معلومات تانية؟ انا ما اعرفش ماضي في حته ولا لا، واضح حضرتك عندك معلومات. لا المعلومات يا محمد بص كلها موجوده عند الناس كلها، هو عندك انت نمره واحد. لكن انا بقول لحضرتك انا مش عايز حد يضحك على نادي الزمالك ولا حد يقدر يضحك على نادي الزمالك، ومش عايزين مماطله. صح عايزين، انت مش عايز تقعد، شكرا انت قضيت. نادي الزمالك كبير بشعبيته بجماهيره باسمائه والكباتن الكبيره اللي كانت موجوده فيه زي حضرتك. انا لازم قبل ما اقفل مع حضرتك ابارك لك على الاداره الفنيه لنادي مكادي، اتمنى التوفيق لحضرتك ربنا معاهم. ربنا يخليك، متاكد هتعمل معاهم نتائج ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا ليك يا ابو الكباتن. كان معانا كابتن محمد صلاح نجم من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر، نتمنى له التوفيق طبعا مع نادي مكادي ورحله جديده لكابتن محمد صلاح في الاداره الفنيه ان شاء الله يوفق فيها. من اخبار نادي الزمالك نروح للنادي الاهلي، واللي تعادل امس امام شباب بروزداد في مفاجاه لجماهير الكره المصريه وتحديدا جماهير النادي الاهلي على ملعب برج العرب في اسكندريه. النادي الاهلي في الجوله الثالثه لدور المجموعات يتعادل من جديد، والمره دي تعادل سلبي. يعني شفنا امبارح التعادل الاهلي ما كانش وحش، الاهلي كان مسيطر يعني، بس خلينا نقول برضو ان التعادل الفرقتين التانيين في مجموعه خلوا يبقى الوضع كما هو عليه، يعني كان ماتشات امبارح ما اتلعبتش. ان الاهلي تعادل امبارح مع شباب بلوزداد، والناحيه الثانيه في نفس المجموعه مديما الغاني يتعادل مع يانج افريكانز. ولكن جماهير الاهلي حاليا مش باصه على صداره المجموعه، مش باصين ان الاهلي لسه متصدر بخمس نقاط، ودي حاجه تطمئن. لسه متصدر، لسه مكمل في مكانه. مديما في المركز الثاني اربع نقاط، شباب بلوزداد مركز ثالث اربع نقاط، يانج افريكانز مركز اخير من تعادلين نقطتين. ولكن في امور سلبيه كتير جدا، وهي ظاهره اهدار الفرص السهله. لما اقول اهدار فرص فممكن اهدار فرص، ولكن اهدار فرص سهله فده عامل ازمه كبيره جدا للنادي الاهلي في الفتره الحاليه. النادي الاهلي ناقصه التوفيق بشكل كبير، شفنا امبارح اكتر من كوره متهيألي لعيبه الاهلي لو في حالتها اجوان. ماتش الاهلي امبارح بيقدر يطلع ماتش 2 3 مستريح. لعيبه الاهلي في حاله لازم يرجعوا تاني للتركيز، محتاجين تدخل فني سريع من مستر كولر. ممكن حد يقول لي طب ما كولر هيعمل ايه؟ في وجهه نظر من بعض الجماهير بتقول ان كولر ماشي دلوقتي بيوصل اللعيبه للمرمى، الراجل هيعمل ايه؟ ينزل يسجل بنفسه؟ لا، على المدير الفني ان هو يبدا يحل ازمه اهدار الفرص. ده العدو الاول للنادي الاهلي، ده مش كلامي، ده كلام كولر قال. العدو الاول للنادي الاهلي الفتره الحاليه هو اهدار الفرص. قال هناك بعض اللاعبين فاقدين الثقه وبنعمل على تجهيزهم نفسيا. ده اللي اقصده، اللعيبه بقى اللعيب عنده بعض فقدان الثقه. طبعا لعيبه الاهلي لعيبه كبيره، ولكن هنشوف ده في بعض الهجمات. تلاقي لعيب الاهلي ممكن فرصه سهله يسددها، يبدا عايز يباص، عايز يعمل اسيست، كله حاسس ان في باد لك، فمش عايز الباد لك يكون موجود منه. كمان كولر امبارح قال حاجه مهمه جدا، قال كلمه انهيار الفريق كلمه كبيره جدا، مش معنى اللي اخفقنا في لقاء او اتنين فيكون في انهيار للفريق. قال يمكن عارفين ان النادي الاهلي ماشي بشكل بسيط، ولكن اقول لكم على حاجه من كده اخبارنا الحصريه من اخبار اون تايم، ان في غرامه ماليه وقعت على لاعبي النادي الاهلي بعد التعادل امام شباب بلوزداد وفقا لما تنص عليه لائحه الفريق. طبعا خلينا نروح كده بعيدا عن لقاءات افريقيا للنادي الاهلي، واقول لكم النادي الاهلي مع مارسيل كولر عايز يخوض ثلاث تدريبات بالسعوديه قبل كاس العالم للانديه. بعثه الاهلي هتغادر للسعوديه يوم الاثنين اللي جاي عشان تخوض منافسات كاس العالم للانديه. مشوار طويل للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه على فكره، تاسع مره الاهلي يشارك، رابع مره على التوالي. بدايه الاهلي هيكون يوم الجمعه
15 ديسمبر الحالي بمواجهة المتأهل من مواجهة اتحاد جدة السعودي أوكلاند سيتي النيوزلندي. النادي الأهلي عنده تاريخ طويل جدا وباع كبير جدا في كأس العالم للأندية زي ما قلت لكم المرة التاسعة، والمهم إنها الرابعة على التوالي. طب ده معناه إيه؟ إن الأهلي مش عايز يكون السنة دي حضور فقط. النادي الأهلي وصل للمركز الثالث مرة واثنين وقدر يفوز بثالث عالم. طيب جماهير الأهلي وكل الناس اللي بتسند بطل مصر وأفريقيا في كأس العالم للأندية عايزة يكون في مفاجأة السنة دي، ومفاجأة تكون يا إما مركز تاني ولا لأ حصد البطولة. عشان كده في تخوف كبير جدا على إهدار الفرص السهلة اللي الناس بتسأل نفسها، النادي الأهلي لو راح كأس العالم للأندية بالشكل ده بيهدر الفرص دي هيكون النتيجة إيه؟ بس إن شاء الله كولر يقدر يوجد ضالته. هتبدأ طبعا مباريات كأس العالم للأندية في 2023 يوم 12 ديسمبر حينما يلتقي اتحاد جدة مع أوكلاند سيتي على ملعب الجوهرة المشعة، وتستمر البطولة لمدة 10 أيام حتى موعد المباراة النهائية في نفس الملعب يوم 22 ديسمبر. طبعا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. طبعا في أحداث وجلسات داخل النادي الأهلي مستمرة بعد النتائج السلبية والتعادلات اللي بيحققها الفريق. زي بنتكلم ممكن حد يقول انتم مكبرين الموضوع، لا خالص، بس النادي الأهلي لما نيجي نتكلم على نادي أهلي نادي زمالك على القطب الكبير أو الاسم الكبير اللي داخل على بطولة كبيرة، لما أقول في خمس مباريات متتالية النادي الأهلي ما بين دوري أو بطولة أفريقيا لم يحقق سوى فوز وحيد وعلى مديما الغيني وتعادل في أربع مباريات، الغاني وتعادل في أربع مباريات، فأكيد ده مش بيكون عادي داخل فريق النادي الأهلي. عشان كده عرفنا إن في أخبار كده، عرفنا من أخبار أون تايم هنا إن في جلسة هتعقد بين إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح مع مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين بعد التعادل في اللقاء الأخير امبارح مع شباب بلوزداد، ذلك للوقوف على أسباب غياب الفوز في المباريات الأخيرة. كمان الجلسة هتكون أيضا لدعم اللاعبين نفسيا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية اللي هتنطلق الجمعة القادمة. الأهلي عايز يستعيد الثقة بشكل كبير جدا قبل اللقاء في المشاركة في كأس العالم للأندية، خاصة أن الأهلي هيستهل مبارياته في غاية من الصعوبة. متوقع يكون اتحاد جدة بشكل كبير تكون مواجهة عربية قوية جدا للنادي الأهلي، وإن شاء الله يقدر النادي الأهلي يمشي بشكل كبير جدا. وعارفين أن اتحاد جدة ماشي بشكل كبير مع نجوم كبار جدا زي كريم بنزيما زي فابينيو وغيرهم كانتي، فالنادي الأهلي عنده لقاء قوي وإن شاء الله قادر على الفوز. عشان نتكلم عن لقاء امبارح النادي الاهلي فنيا وكمان النادي الاهلي يقدر يعالج الاخطاء دي ازاي قبل كاس العالم للانديه، معانا كابتن عادل طعيمه من نجم من نجوم النادي الاهلي. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. النادي الاهلي امبارح كان يعني عنده لقاء مفروض ان الجماهير وكل جماهير الكره المصريه منتظرين لقاء قوي، اداء قوي واهداف كتير قبل كاس العالم للانديه. تابعت امبارح اللقاء ازاي وشفت ايه اسباب تعادل النادي الاهلي امبارح؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لازم الناس تبقى عارفة انه بعد الموسم الماضي واحراز خمس بطولات وكان الاداء رائع جدا والنتائج كانت اكتر من رائعة طبعا، اول مرة النادي الاهلي ياخد 20 يوم في فترة الراحة، لكن ما عملش فترة اعداد. فترة الاعداد راحوا اعتقد النمسا قعدوا اربع ايام بس، وبعدين في لعيبة رجعت المنتخبات سواء المحترفين او منتخب مصر او المنتخب الاولمبي. فالنادي الاهلي ما عملش فتره اعداد، فتره الاعداد في العالم كله لا تقل عن ثلاث اسابيع الى اربع اسابيع. تمام. النادي الاهلي قعد اربع ايام. دي نقطه، النقطه الثانيه طبعا رجعنا ابتدى النادي الاهلي من حيث القمه. دايما في بدايه الدوري بتبدا من تحت لفوق. انت ابتديت ببطوله السوبر ثم الدوري الافريقي. الدوري الافريقي معمول في توقيت غلط. الناس في الكاف ما عندهمش الجانب الفني او وبس بيهمهم ان هم يلموا فلوس او كده، يعني الشركه اللي هي تولت الدوري الافريقي ده معمول في بدايه الدوري. طب يعني فانت ابتديت البطولتين من حيث القمه، السنه اللي فاتت ما كانش كده، السنه اللي فاتت ابتديت دوري ثم ابتديت عمليه الصعود لحد ما وصلت للنهايه بكاس عالم ثم خدت افريقيا. فدي بعض النقط. في نقط تانية وهي
أعتقد النقط دي حضرتك شارحها بشكل حلو جدا وتفصيل يوضح للناس ليه الاهلي وصل للحاله دي، ولكن هل كولر يقدر يعالج الاخطاء دي قبل كاس العالم للانديه؟ لابد يبقى في وقفه مع بعض اللاعبين، وبعدين برضو اللعيبه اللي بتاخد فرص ولا تؤدي او تؤدي اداء ما فيهوش تركيز او اداء سلبي، ما بتاديش الواجب الدفاعي والهجومي على اعلى مستوى، مفروض هيبقى في وقفه، لان انا مش هينفع ابدا ان انا يبقى في فريق بيقاتل، ثمانيه بيقاتلوا او سبعه بيقاتلوا والباقي بيلعب يعني عمال يحلق. انا اسف يا كابتن، تقصد مين باللعيبه اللي مش بتادي بشكل جيد في الملعب؟ اللعيبه اللي انا اقصدها هو كولر عارفهم. كولر عارفهم، انا ما يعني لان انا هو طبعا هو اللي في التدريبات وهو في المباريات. هو واحنا قلنا قبل كده في يعني في اكتر من مناسبه، اللعيب وحتى البيان اللي طلع من كابتن محمود ولجنه التخطيط بعد الماتش اللي فات، شفت انت البيان ان لازم يبقى في تركيز، لازم يبقى فيه كذا، واللعيب النادي ما يقفش على حد، مش كده برضو البيان طلع كده من الاسبوع اللي فات على طول. والنادي الاهلي، النادي الاهلي كده كده محتاج تركيز الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا، ونتمنى التركيز ده يعود سريعا من اللاعبين قبل كاس العالم للانديه. كابتن عادل بشكر حضرتك جدا وبجد شكرا لشرحك للموضوع بشكل مفصل. يمكن دي بس مش مشكله النادي الاهلي، فكره الضغط اللي موجود بقالنا اكتر من موسم، ان شاء الله يتحل قريبا. وكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، احنا مش غرضنا ان احنا نقول للاهلي وحش، ولكن غرضنا ان النادي الاهلي يستعيد قوته سريعا قبل البطوله الاهم في الفتره الحاليه للنادي الاهلي بمصر القاره الافريقيه، ومصر فيها هي كاس العالم للانديه. نطلع فاصل سريع ونرجع نستكمل الاخبار. اهلا بحضراتكم من جديد، وجي معادنا دلوقتي مع الالعاب الاخرى. النهارده كل عشاق كرة اليد يكونوا على موعد الساعة 4 العصر، لقاء النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في كأس السوبر المحلي لكرة اليد، واللي بيتلعب في الإمارات ويقود اللقاء تحكيميا الحكم الدولي من مونتينيجرو. واللقاء هيكون مهم جدا وقوي جدا للفرقتين، اللقاء كله بيستعد ليه، عايز يشتغل بشكل كبير جدا. والفرقتين التقوا على فكره منذ ايام في ختام الدور الاول، واللي قدر يحسم النادي الاهلي اللقاء بالفوز بنتيجه 25-24. تضم قامه الاهلي اللقاء كل من محمد ابراهيم، عبد الرحمن طه، وعمر خالد، واحمد هشام، ومحسن رمضان، وعمر سامي، ومحمد لاشين، عبد العزيز ايهاب، وعبد الرحمن فيصل، نبير شريف، ومحمد مجدي، وسيف هاني، احمد خيري، واحمد راضي، ابراهيم المصري، احمد عادل، وياسر سيف. بينما يضم قائمه نادي الزمالك كل من احمد الاحمر، محمود خليل فلفل، احمد وليد، هشام السبكي، مؤمن محمد، احمد حسام، محمد هشام مودي، ومحمد علاء لوكا، احمد مؤمن دودو، احمد سامح، واكرم يسري، خالد وليد، وشادي خليل، هشام صلاح، محمد عبد الغني، وزياد حشاد. ان شاء الله يكون لقاء قوي يليق بالبطلين المصريين. حقق بطل مصر في سلاح الشيش محمد حمزة الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم المقامة في اليابان خلال الفترة بين 8 وحتى 10 ديسمبر الجاري، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام بطل أمريكا ومصنف الأول عالميا، وتأهل لدور 16 الرئيسي مباشرة دون خوض مباريات دور المجموعات، وذلك بفضل تصنيفه العالمي، حيث يحتل حمزة المركز الخامس عالميا. وبدأ حمزة البطولة بالفوز على بطل المجر بنتيجة 15-6 في دور ال 64 الرئيسي، ثم الفوز على بطل الصين بنتيجة 15-9 في دور ال 32، وفي ثمن النهائي فاز حمزة على بطل اليابان بنتيجة 15-7، واصطدم حمزة بلاعب هونج كونج وصاحب ذهبية أولمبياد طوكيو ليفوز عليه، ثم ينتصر بقى إيطالي في الفاينل. يعني نتمنى ليه التوفيق في البطولات القادمة، ولكن الميدالية أكيد فضية، ومبروك ليه والبطلنا المصري. يستعد منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المحدد من موعدها خلال الفترة من 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري. ضم قائمة المنتخب كل من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وبيرسي أونكن المشرف العام على المنتخب، أحمد السيد مدير
فنيا، محمد مدبولي مدربا عام، احمد ماحي مدربا ومحلل تقني، الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي، محمد فؤاد ابو حسين المدير الاداري للمنتخب، هاني فكري الحكم الدوري، وتشمل قائمه اللاعبين كل من احمد عبد الباري، محمد ناصر، وخالد الفقي، مصطفى شريف، حمزه ياسين، وزياد غنيم، مروان متولي، وزياد حنيده، واحمد يوسف، وابراهيم احمد، وفادي حنفي، ومهند ربيع. كل التوفيق ليهم ان شاء الله. حقق فريق السله بالنادي الاهلي بطوله دوري مرتبط السله للمره التاسعه في تاريخه والرابعه على التوالي، بعدما حقق فريق النادي الاهلي الفوز على سموحه شباب نادي الاهلي بقى فازوا في اياب النهائي الدوري 71-62، بعدما كانت مباراه قويه جدا دون النظر لنتيجه مباراه الفريق الرجال، واللي قرر فيها الاهلي فوزه ايضا بنتيجه 91-81، وكان لقاء الذهاب على مستوى المرتبط بفوز النادي الاهلي بنتيجه 78-74، فيما انتهى لقاء الرجال بفوز كبير النادي الاهلي 83-54. دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نستكمل اخبارنا. دلوقتي جه معادنا مع فقره وان شوت. وان شوت النهارده اللقطه عن كريستيانو رونالدو، اللاعب اللي حقق بقى نتيجه كبيره جدا من اللقاءات، 1200 لقاء سواء مع منتخب بلاده او مع الانديه، عنده 205 لقاء مع منتخب بلاده، 995 لقاء مع الانديه، الانديه مقسمه الى 438 لقاء ريال مدريد، 346 لقاء مانشستر يونايتد، 134 يوفنتوس، 46 لقاء النصر، 31 لقاء مع سبورتنج لشبونه. كده خلصنا حلقتنا معاكم النهارده، شكرا لحضراتكم، شكرا لكل فريق العمل، سلام.